مرة ثانية وياكم من بيت كاك عدنان حاجي، وهذا الصندوق الحديد اللي سابقا كانوا يحتفظون به بكل الأشياء، مع الملابس تنحط بالكنتور الكردي ولكن الصندوق تنحفظ به الأشياء النواعم. إيه كاك عدنان، هسه أنا أحب تحكم فتكاس أو باولا إيداك ما وكو ريز قرتن لداتش خوش ويستم حاجزة چه باريز غاري ما لي كردوا كرستكاني خوي لنا ويربو هروا هشتو معنا توا اوشتاني لنا ويريا زور حزمان لا كماليات وشتي زارانا او حجاج لحجي دهاتن ديان هنا هدية لو من دالان او صرخة بنزين اجدكا اقريشي الاسواق المركزية العراقية او دفتر رشيد وبافرة لو زيارة او بونو ريحي بيشانا بوني زور خوشة او قرآني بتكولانا وكو هدية شخاط عراقي قديم. بلي اوش بون عطر او بوني كا بوني خوشة. بلي. هاي مال مهر قديمة. او كلاوة ايتر او قلم شيفر باب من لحد زي هنا وكو هدية مايا يعني خوش قلم ابو جايدة من مكة. او ختم امام اسامة حسن مديري مكتبي زانا ودواي معاون مدير لذيذ. علبة هندسة. علبة هندسة هذا انجليزية قديمة. لا تعليمي مجاني ورمان قرتيا من التعليم المجاني او حصانة لو تشكردني تشكو اوانا او شهر لحز دهات فيلمي كلا سربو سي ابعادة او او كاميرا امام عثمان مضمد بو او كاميرا زور رسمي بيا قرتيا وقتي جنز بو كاميرا شي جوانا او المان قرتيا او لا شويني خوي عرضي دكين او لا 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 شنو عنبر او عنبر بكردي وبعربي وبانجليزي لين نسرا لقال صابوني تدرستي صابوني صحه صابوني عصو مكتوب عنبر بيشان دولت او هابو بكردي دنسرا عنبر سبي بيجر يعني ناصح البياض دفتر او دفتر خدمه عسكري. عسكري دفتر خدمه عسكريه للفتره الملكيه ركز لي تعال عيني ركز لي دفتر خدمه عسكريه للفتره الملكيه اوش باس لبغدادي اواني لبغداد ابو نو باسا ايشي دكر لقرك كان دقرا انجليزيه بريطانيا او دربينا لزيش بكار دي زيش عراقة او صور لي بلي او عدنان ما مخلي شي ما حاطه بصندوق الدنيا اخر او صرخ او قفل او سياري العابي تيشان اي معدنيه اي من دارا او قفله اي بابم لا دايري اوي ايشي دكرت قفلي قرق بقرق اوي يعني توزيع دكرت شتي زور جوان هيا ست زهره براستي او اي باب ما مستعمل حسن بهدي له الى حزه هنا وي اوي قرم له تراش بكار دي هاي مال حلاقه مال حلاقه او عينجي ما مستعمل حسن معاون مديري مدرسه كتاب خانه زور جزراوبو عينجكي تقديرا او هلمان قرتوا بس وقتي ديك عرزي دكين ايدي او شتانا او اي قدي اي زغاره يا زغاره لنا دا دندري لگر او تكيوا زغاره شي دخوي انتظرونا راح نسوي زدعة اي بيشان خلق سفري دكر لو قاهره ولو تركيا ولو سوريا ولو شام او سرخاني بهديا دهينا شكرا انتظرونا التقرير الاخير مكاك عدنان